السلام عليكم يا ام. عليكم السلام. كل ام الميلان كله ربنا يخليك ربنا يخليك. عايزه تقولي ايه بقى للناس اللي جايه ان شاء الله الجمعه اللقاء القادمه ان شاء الله؟ انا عايزه اقول للناس بنادي عليكم بقى لي 5 شهور تمام، واقفه اصرخ في قلب الميدان اقول فين الثوار؟ فين الاخوان؟ فين السلفيين؟ فين كل مصر؟ فين الناس الغلابه؟ فين الشعب اللي مش لاقي ياكل؟ فين الناس اللي مش لاقيه شغل؟ فين كل الناس عشان مصر؟ ولو مصر كويسه احنا هنعيش كويس، لو مصر حلوه ومش عايزاهم يستحقروا الناس اللي هنا، لان الناس اللي هنا لو لقيت عيشه كريمه ولقيت فلوس مش هتبقى متشرده، مش هتنام على الرصيف، مش هتمشي متبهدله، لكن ما لقيتش حد يقول لها ايدك، وهم منهم الاخوان دول بيقولوا ان هم، انا مش هغلط فيهم، بيقولوا ان هم قوه منظمه وقوه كبيره، العظمه لله وقوه لله، بس انت ربنا اداك حاجه جميله ساعد بيها الشعب، انا مش شايفاك بتساعد الشعب، انت بتستحقره، انت واخد نفسك بس ركن واسم ليك لنفسك، لا الكويس كويس للناس كلها، يخدم الناس كلها، يقف مع الناس كلها، وعشان تقف مع الثوره دي بقفت مع الشعب المصري الغلبان كله، لا حزب ولا 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 اسم، اركن الاسامي والاحزاب على جنب لما الثوره تنجح، وباخد الكرسي اللي انت عايزه، اكسب الكرسي والشعب، عشان واحد من الاخوان قبل كده قال لي بقول له اكسب الكرسي والشعب على عيني وعلى راسي، بس ابعت 100 هنا في الميدان مع الناس اللي واقفه عشان هم قليلين، وبنجري شمال وبنجري يمين بقالنا 5 شهور، وانت فين؟ يقول لي احنا مش عايزين الشعب، بس الشعب عايزكوا عشان انت عايش في مصر ومحسوب على مصر، ومصر محسوب كل بني ادم عايش فيها يبقى هو ثوري، يبقى هو من حقه يقف هنا في الثوره، ما هياش كل الناس القليله دي بس، وبقول كلمه كمان للناس اللي قاعده في الخيم، الثوره مش خيم يا جماعه، الثوره الرصيف زي ما الراجل قال او على الاسفلت، نجري ونعمل ونتعب ننام ساحتين، ما ناكلش ناكل طاقه واحده عشان نحقق حق مصر ونحقق حق الناس الغلابه، الناس الغلابه كتير قوي 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 ما حدش حاسس بيهم، واقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد ولاه ربنا على الشعب ده وكان حقه وظلمه، لان الناس الغلابه كتير كتير ومنهم لله، مش هقول اكتر من كده. واللي عايز ينزل يرحب يجي اي حد اي حد، احنا محتاجين لاي بني ادم مسيحي مسلم اخواني سلفي، كلنا في الاخر مسلمين والمصريين، مسرحة مصر اهم حاجة، مصر والله اهم حاجة، مصر 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 تحيا مصر.